MDJS, faire gagner le sport. اهلا بكم متتبعي موقعنا موقع لو ماتان سبور، حلقه جديده من برنامجكم غيداك سبور. والبدايه غادي تكون مع ابرز العناوين. اولمبيك خريبكا يتعاقد مع حمزه اسرير، ونجم لو ماتان سبور المعنويات مرتفعه والهدف هو تشريف المملكه المغربيه. لاعب فريق الرجاء يعزز صفوف اولمبيك اسفي. الناصري يعرقل صفقه انتقال عطيه الله. تشافي يتحدث عن امكانيه انتقال امرابط لبرشلونه، ومدرب باريس سان جيرمان يقرب زياش من الفريق العاصمي. والان الى التفاصيل. اهلا بكم. أعلن نادي أولمبيك خريبكا اليوم الثلاثاء عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب حمزة أسرير خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأوضح النادي الخريبكي أن أسرير غادي يحمل قميص الفريق بموجب عقد كيمتد إلى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية التجديد. وكان نادي الوداد الرياضي قد فسخ عقد لاعب السابق حمزة أسرير بعد أن وضع المدرب التونسي المهدي النفطي في لائحة المغادرين خلال الميركاتو الشتوي الحالي. قال محمد أوناجم لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم في تصريح هاتفي لموقع لو ماتان سبور بخصوص استعدادات الفريق الأحمر للمونديالتو أن الأجواء بين لاعبي الفريق تبعت على الإطمئنان، والهدف هو الذهاب بعيدا في هذا المسابقة العالمية. وأضاف أوناجم قائلا: التحقنا أمس الاثنين بمركز محمد السادس بسلا لاستكمال الاستعدادات لمباراة السبت القادم أمام الهلال السعودي، كما أجرينا اليوم الثلاثاء أول حصة تدريبية في أجواء عائلية وأخوية. أما بخصوص المدرب المهدي النفطي فقال أوناجم أن جميع اللاعبين يتبعون تعليماته في أجواء كيطبعها المرح والجدية، وكل التركيز منصب على مباراة السبت أمام الهلال، كما أكد أن الهدف الأسمى هو الذهاب بعيدا في هذا المسابقة العالمية وتشريف الجماهير المغربية عامة والودادية خاصة. أعلن فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع اللاعب عبد الحي فرسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادما من فريق الرجاء الرياضي. والتحق اللاعب فرسي بزميله الغابوني أكسيل مايي الأخير اللي انتقل خلال الميركاتو الحالي بفريق أولمبيك أسفي على سبيل الإعارة، وغادي يحمل عبد الحي فرسي قميص الفريق المسفيوي إلى غاية نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة. عرقل سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي صفقة بيع اللاعب يحيى عطية الله في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الحالية. أكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن رئيس الوداد بالغ في مطالبه المادية بعد الاتفاق على بيع عطية الله إلى موبولي مقابل 1.2 مليون يورو. من جانبها أضافت شبكة راديو مونتي كارلو أن الناصري طلب تسديد مبلغ الصفقة دفعة واحدة مقدما قبل أن يجري عطية الله الفحوصات الطبية، وهو مطلب لا يمكن للفريق الفرنسي الاستجابة له من الناحية القانونية. دوليا عبر تشافي هرنانديز مدرب فريق برشلونة الإسباني عن استعداد ناديه للتعاقد مع لاعب جدد خلال الميركاتو الشتوي، معترفا بأن الدولي المغربي سفيان أمرابط يعتبر أحد أهداف الفريق الكتالوني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات. وقال تشافي هرنانديز في ندوة صحفية: سفيان أمرابط بالتأكيد إنه لاعب جيد جدا، لكن لا يمكنني التحدث عن لاعبين غير موجودين معنا. وأضاف مدرب البلوغرانا عن الميركاتو الشتوي قبل إسدال الستار عليه بساعات قليلة: نحن بالطبع منفتحون على التعاقد مع لاعبين جدد. أكد الفرنسي كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي اقتراب ناديه من التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش قادما من تشيلسي الإنجليزي قبل ساعات قليلة من نهاية الميركاتو الشتوي. وقال غالتيه عن اللاعب المغربي في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة البي اس جي ومونبوليي: نعم، النادي يعمل على جلب حكيم زياش، لكن حتى هذه اللحظة لا يزال لاعبا لتشيلسي. وأكدت تقارير إعلامية فرنسية أن النادي الباريسي يسارع الزمن بغيه حسم التعاقد مع زياش قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وبهكذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية أخبارنا اليوم. إلى اللقاء. MDJS, faire gagner le sport.